أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أشاد بالمستوى الفني الذي قدمه المشاركون في الأسبوع الأول من مسابقة البحرين للصقور والصيد. سموه أكد أن المنافسات شهدت مستويات قوية من المشاركين في جميع السباقات، والذي يعكس مدى تحضيراتهم لهذه المسابقة وينعكس بصورة إيجابية على نجاح هذا الحدث، مقدرا سموه الجهود المبذولة من اللجنة العليا المنظمة واللجان العاملة والتي تصب في مصلحة نجاح هذه المسابقة. وقد شهد اليوم إقامة أولى منافسات التصفيات التأهيلية لسباق كلاب الصيد الإناث، والتي تأتي ضمن منافسات مسابقة البحرين للصقور والصيد. وقد حضر السباق سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة. كما تواصلت اليوم منافسات مسابقة الصيد بالصقور بإقامة سباق الصقور نوع الحر، والذي شهد مشاركة 66 متسابقا. وتختتم اليوم منافسات الأسبوع الأول من المسابقة بإقامة مسابقة الصيد بالصقور على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد الخليفة، ومنافسات مسابقة الصيد بالصقور على كأس سمو الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد الخليفة. كما وستشهد منافسات يوم غد إقامة التصفيات التأهيلية لكلاب الصيد الذكور ومسابقة الرماية وسباق الخيل العربية.